اتكلم انت اصحاب البارحة من تهامة يعني انت بعد على تعز اكثر من تعز كنت اجي والطريق مفتوح بساعة ونص او ساعتين الان مسيرة يوم اخرج الفجر اوصل المغرب اليوم متى سافرت؟ انا اسافر اسافر في الشهر 3 شهور مره ما في لا غسيل ولا في حاجه هنا الغسيل مقطوعه في كل مكان وانا قاعد انت عزل من 2010 هنا بتعزنا من 2010 كانت الامور سهله تواصل ب 1000 ريال سرحه ورجعه يعني الان ما هو الان 50000 ما تكفيش سرحه ورجعه بسبب الحرب والمشاكل والوضع اللي فيه بوصية كم تغسل انت؟ اغسل الاثنين والخميس في الاسبوع مرتين في الشهر 3 مرات ايش امنياتك او ايش مطالبك؟ مطالبتي وامنياتي لهذا هذا المركز الذي يحتوي من كل المحافظة ويحتوي تقريبا اكثر من 300 مريض واليوم الاجهزة حقه تلفت والمحطة قربت تنتهي نريد محطة نطالب محطة ان امنيتي انه يكون المرضى يتساقطوا يوم بعد يوم بسبب نقص الغسيل توقف الاجهزه اليوم كل اكثر من نص اللي قال اللي تلفت لما توصل المستشفى كم تجلس انتظر انتظر الا ما يجي دوري وعاد احيانا يخرب جهاز اجلس اليوم الثاني لو في الجهاز لو في محطه وفي اجهزه بيستقبلنا المدير على طول ترانزيت عاد الله وصل لكن سبب انه الاجهزه ما في ولا مش خربانه نصها من هنا يغسل لي طيب طلع الدور الثاني يلا المرضى يدحشوا ويعتوا بعض ويساقطون يوم بعد يوم امس مات علي مريضه نغسل حيافل هذا كرسي حقي وهذه كرسي حقها الله يرحمها رحمه الابرار بسبب ايه؟ بسبب المواد والمحطه والاجهزه انتهت ثلاث حين سايحين باقيين بالطريق اخي ما راضي يعني احنا تامل الحاجة هذا يعني اكثر من سنه نقري بعده بين صنعاء لا يحولنا لا تربه لا تعز كذا يعني يوم يوم لا يوم لا غسيل حقه هذا معانا ثاني يعني تحس اعظم مصرون معانا كم تجلس تسافر يعني اليوم كم جلست؟ خلونا نخرج الساعة 10 الان صدوا الساعة 3 خرجت من القرية؟ من القرية لأن الطريق خرب وعير شوية يعني خرب يعني حتى لي زبد من الطبات كل حفار ها؟ ها غير نتعب في الطريق الآن شبنا نخرج الآن الغسيل من الساعة 8 ومن الساعة 8 شزال الصبح القرية Thank you.
وانا بالمواصلات يعني صعبه، بعض الحين نجي يعني جينا من الحوبان وندور على سكن هنا، وهناك الحوبان ما فيش يعني مثلا غسيل، متعب. وست ساعات يعني مثلا ست ساعات، وأقل حاجة يعني 10-12 ألف حق السيارة. بعض وقت نقع على الأقروب، وبعض وقت نقع على طريق قبل حبشي والعيار والستين على المفرق. يعني بعد ست ساعات بعض وقت، بعض وقت 4 ساعات يعني على الطريق. بعد النقاط يعني انزلوا اطلعوا، انزلوا اطلعوا. بالاسبوع مرتين، على الاحد والربع. بعض الحين اجلس هنا، بعض اوقات اجلس هنا لانه ما تقدرش يعني ان توفر عقل المواصلات وهكذا، بالرغم ان انا معي هناك بيت ملك وهال واسمه. اجلس بعض الحين فتره ما اشوفها انش، والذي ذا بعض الحين يقهون يشوفون لا هنا، وبعض الحين رحنا هناك. يعني انقطاع الطريق هذا صعب، صعب يعني معانا. يعني كم كانت، كم من قبل يتكلف؟ 50 ريال. انا الحين هنا بالقمله بقوله القصر، يعني ادور لك على قبل حبشي ورق. إذا ما في حصار يعني يمكن 10 دقائق، 10-15 دقيقة بالكثير. الآن 6 ساعات، الآن نص يوم قبل توصل. تعب واسمه وهذا، وانزل وتفتيش واطلع انزل واسمه، وبعدين نروحهم ببطاقة الغسيل، نقول احنا عندنا غسيل. يعني بعض الأوقات يتغاضوا، وبعض الأوقات يقول لك ضروري ضروري اسمه. نحن هنا في مركز الكلى الصناعية بهيئة مستشفى الثورة تعز، نقدم خدماتنا لمرضى الفشل الكلوي على مدار الساعة، ولكن أصبحنا نعاني الأمرين بسبب نقص مادة الديزل وبسبب نقص أجهزة غسيل الكلى ومحطة الغسيل. طبعا هذه الأشياء أصبحت حاجة ضرورية جدا حتى نستمر في تقديم خدماتنا لهؤلاء المرضى، حيث أن مرضى الفشل الكلوي يحتاج إلى غسيل 2-3 مرات في الأسبوع. فإذا لم تتوفر مادة الديزل، وإذا لم يتوفر الأجهزة والمحطة الخاصة بمركز غسيل الكلى، فلن نستطيع تقديم خدماتنا لجميع مرضى الفشل الكلوي. المركز أصبح يشتغل فوق الطاقة اللازمة. نتمنى من المنظمات الدولية وفاعلين الخير أن يدعموا هذا المركز بأجهزة الغسيل ومحطة غسيل كلوي تتسع لأربعين جهاز، ونريد أيضا أن يدعموا بمادة الديزل، لأن إذا لم يتوفر الديزل، إذا لم تتوفر هذه الأجهزة، فما لن نستطيع إنقاذ هؤلاء المرضى. المرضى أمام المركز كما شفتم لا يستطيعون الانتقال إلى أي مكان آخر، لا يوجد لديهم سوى مركز غسيل في مستشفى الثورة تعز حتى يستعدوا صحتهم. لذلك نتمنى من الجميع أن يهتموا بهذه الشريحة ويساعدوهم حتى نستطيع أن نقدم خدماتنا بالشكل المطلوب. الله.